فترتنا الإخبارية المسائية تتواصل على ميديان تي في إلى غاية منتصف الليلة. أهلا بكل من انضم إلينا. وصلنا إلى فقرة ضيف، وفيها نستضيف هذا المساء كعادتنا مساء كل أحد الدكتور سعيد كبريت، الخبير في الشؤون الثقافية والإعلامية، لنناقش معه هذا المساء تتويج الأكاديمي والناقد المغربي محمد مشبال بجائزة الملك فيصل لعام 2021. مساء الخير دكتور كبريت. مساء الخير إيمان. كلنا إيمان بأن المشهد الثقافي المغربي كل مرة يضاء بمثل هذه الإنجازات والتوجيهات في المحافل العربية والدولية، ومن آخر هذه الجوائز هي جائزة الدكتور محمد مشبال بأرقى وأرفع الجوائز، إن لم نقل دولية فهي على مستوى المنطقة العربية جراء قيمة الجائزة المادية وكذلك مكانتها الاعتبارية. سأواصل من حيث انتهيتم من حيث قيمة هذه الجائزة ومكانتها الاعتبارية. فاز إذن غضون الأسبوع المنصرم الأكاديمي والناقد المغربي الدكتور محمد مشبال بجائزة الملك فيصل لعام 2021، هي الأرفع على المستوى العربي وأيضا الدولي، حيث تشمل مكافأة مالية تفوق $200,000. وقالت الأمانة العامة للجائزة إن الأديب محمد مشبال الأستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان هو صاحب مشروع علمي، واصفة أعماله بالعمق والجدة الجمع بين النظرية والتطبيق. دكتور، كيف تتفاعلون طبعا مع الطريقة التي علقت بها الأمانة العامة للجائزة على المشروع الفكري الكبير جدا للدكتور محمد مشبال؟ بالفعل هو تقرير يرفع من قبل اللجنة والأمانة العامة للجائزة من طرف خيرتي وثلة من الخبراء في مجمع اللغات في المنطقة العربية. وكما أسلفتم الإشارة أستاذ إيمان أن هذه الجائزة هي الأرفع على المستوى العربي، ليس فحسب على مستوى القيمة المادية، تفوق $200,000 وربع كيلو من الذهب الخالص كدرع لهذه الجائزة، لكن المكانة الاعتبارية استثنائية متفردة لهذه الجائزة يمكن أن تثلج صدر المثقفين والكتاب والأدباء المغاربة بنيل الدكتور محمد شبال لهذا التتويج الجديد بعدما تم منحه في سابق سنوات جائزة الشيخ زايد وجائزة قطر القطرية. ويمكن القول أن توصيف الجدة والعمق لدكتور محمد شبال شيء أكيد، فدكتور محمد شبال الذي يرأس فرقة عمل أو ورشة عمل البلاغة وتحليل الخطاب في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان هو يسعى إلى إعادة الاعتبار لمفهوم البلاغة، لريتوريك البلاغة من مفهومها التراثي التقليدي البسيط من فهم الجرجاني عبد القادر الجرجاني ابن جني الجاحظ إلى فهم معاصر ينافح ويقارن بالتحليل بالتأويل مع جديد المناهج العصرية أستاذ إيمان، من البنيوية إلى الواقعية إلى التاريخية إلى جمالية التلقي. يمكن القول صراحة بأن الدرس البلاغي في الجامعة المغربية أصبح غير جدير بالمتابعة لإغاله في التقليدانية في العرض وفي التحليل وفي الشرح، لكن المسعى الذي يروم إليه الأستاذ محمد شبال سعى إلى هذه المقارنة والمقاربة الجديدة، أي النهل من عميق التراث العربي وحتى الأوروبي وتوسل أو الاتكاء على التحليل على المقاربة كلغة وصفية بمفاتيح منهجية جديدة، وهو ما بوأه اليوم هذه المكانة. يمكن القول بأن البلاغة المغربية هي مثيرة للنقاش، مثيرة للسجال ونظري المشارقة خاصة
كنتحدثوا على البلاغه، كنتحدثوا على الدكتور محمد العماري اللي يمكن نقولوا انه خير شاهد وعلامه في الجامعه المغربيه، الخطاب الاقناعي يمكن تحدثوا حتى على عبد الفتاح كيليتو، هو كيبحث في المقامات، كيبحث في كليله وديمنا، في المقفع وغيرها من المؤلفات الغميسه في التراث، ولكن بقراءة أو بعين معاصرة ومناهج معاصرة جدا. دكتور كبريت، طبعا هذه الجائزة استحقها الدكتور محمد مشبال، وهي تتويج لاسمه ولعقود من العطاء، لكنها أيضا فيها اعتراف بالجامعة المغربية، فيها أيضا تثمين ربما لكل هذا الجيل من المثقفين والأدباء والأكاديميين، فيها رفع لراية الوطن في كبريات المحافل دكتور، من باب الثقافة طبعا، من زاوية المعرفة. وأعتقد اليوم أستاذة إيمان أن الثقافة هي الهوية الحقيقية للشعوب والأمم، وهي الرقعة الصغيرة جدا التي تقع فيها المعارك الكبرى على مستوى الحضاري. يمكن القول أن الثقافة وهي ذاكرة الشعوب هي المرادف الحقيقي لكل حضارة مجيدة وتريدة، والمغرب اليوم له أن يفخر بهذا الجماع الكبير من الاعتراف ومن التقدير من كافة المنابر، من كافة المهرجانات والملتقيات والجوائز العربية والدولية. وأنتم تعلمون بأن حتى سي محمد شويل مثلا نال العديد من الجوائز، وتم ضمه حتى إلى اللجنة أو المجلس الإداري لجائزات البوكر، بوكر الروائية في الإمارات العربية. الثقافة المغربية اليوم تعطينا عودة أصيلة للنبوغ المغربي، لكن بنكهة جديدة ومعاصرة. نتحدث عن الثقافة المغربية كما كنا نتحدث عن سيدي عبد الله جنون وعلى المختار السوسي وعلى الفكر الوزاني وغيرهم من الأسماء اللي أعطوا لهذه الشخصية الثقافية المغربية الضمانة الحقيقية في فرض مكانتها الرفيعة أمام الغير وأمام الآخر، أمام المشرق العربي وأمام الغرب. نعم. وأنت تعلمين بأن هذه الجوائز إن لم نقل هي محاولة لإعادة الاعتبار أو لصناعة النجم الثقافي، فهي على أقل تقدير هي اعتراف ليس بالذات الواحدة، ليس بالمتوج، ولكن الاعتراف بثقافة المتوج وبمكانة البلد الذي ينتسب وينتمي إليه وهو المغرب. طبعا استوقفتني عبارة النبوغ الثقافي. نعم. المغربي، وطبعا هذه العبارة قوية جدا و تتكتف بداخلها الكثير من المعاني. على ذكر النبوغ الثقافي المغربي، الحدث أيضا لم يصنعه فقط الدكتور محمد مشبال، بل تم الإعلان عن أسماء مغربية أخرى فائزة بجوائز الشارقة، ومنها الدكتور إبراهيم الحجري عن النقد التشكيلي. دكتور سعيد كبريت، كيف تلقى الجسم الثقافي والمشهد الثقافي المغربي أيضا هذا التتويج؟ وقبل ذلك كانت هناك جوائز كثيرة. نعم. مغربية كثيرة، خير دليل هو مصطفى النحال. جائزة الشارقة دائما هناك هيمنة الأسماء المغربية. الشارقة اليوم نتحدث بفروعها الخمسة خاصة في مجال الأدب والنقد، ويمكن القول أن حيازة ونيل جائزة في الأدب التشكيلي هو اعتراف مرة أخرى بمكانة الثقافة المغربية على مستوى العمق النظري، العمق الفكري. نعم هناك أسماء اليوم تنال الكثير من الجوائز في مجال الرواية، في مجال الشعر، ولكن النظرية الأدبية أو الفكر العميق هو من اختصاص المغاربة. نيل جائزة الشارقة في الأدب التشكيلي أو في النقد التشكيلي عفوا هو اعتراف بأن للمغرب
هذه الجماليات البصرية وقدرة على تحليلها، وحتى ونحن نرى هذه الصورة الجميلة للمكتبة الوطنية بمعالمها المعمارية هي اعتراف بأن المغرب له مكانة وله رمزية وله كذلك تاريخ أصيل في جمالية الرؤية في المجالات البصرية، وهذه الجائزة ما هي إلا تتويج إلى ذلك، حتى والمقارنة بين جائزة الشارقة 6000 دولار وجائزة الملك فيصل 200000 دولار لها أكثر من اعتبار. لكن أعتقد أن اليوم نيل جائزة هو على مستوى الخطاب التواصلي، احنا تحدثنا على دكتور سي محمد مشبال هو اللي كان يتحدث على البلاغة كأنها معادلات رياضية. أساسا البلاغة في التتويج لا تكمن فقط بالقيمة المالية ولكن بالقيمة المعنوية والاعتبارية، والمغرب اليوم أصبحت له مكانة الريادة والسيادة في حصد الكثير من الجوائز. نتمنى أن جائزة المغرب أنها ترقى على المستوى المالي والمادي 120,000 درهم 12 مليون أصبحت هي عندها مكانتها الكبيرة كما هي باقي الجوائز الدولية والجوائز في المنطقة العربية. طبعا فيما سبق من زمن هذه الفقرة تحدثنا عن الجوائز العربية، جائزة الملك فيصل، جوائز كتار، أيضا جوائز الشارقة. الإنجازات الثقافية المغربية داع صيتها ولم تتوج فقط على الصعيد العربي، لكن بل أن هناك أدباء نالوا أرقى الجوائز في فرنسا، في إسبانيا، في هولندا، في غيرها من أقطار العالم. دكتور كوبريت، وخير دليل على قول هذا القول يمكن القول مثلا أن الطاهر بن جلون ما نقولوش صائد جوائز ولكن أحد كبار الأسماء التي تنال الجوائز بيسر وسهولة في كل إصداراته ومؤلفاته. ويمكن القول كذلك أن فؤاد العروي المقيم بهولندا، المهندس الذي أضحى روائي وأضحى شغوف بالحكي وبالقص أصبح اسم كبير في هولندا، ومعه جيل جديد اليوم. احنا كنتحدثوا اليوم فقط على الرموز، ليلى السليماني التي نالت كذلك العديد من الجوائز في فرنسا وكانت مستشارة للرئيس الفرنسي هولندا باعتبارها ومكانتها الأدبية والثقافية. هناك أسماء كثيرة ويمكن نديروا فقط ترجع الصدى ونتحدثوا على محمد خير الدين، نتحدثوا على إدريس الشرايبي، نتحدثوا على أسماء عبد اللطيف اللعبي، غيرها من الأسماء التي نالت وفير جوائز ونالت كذلك وحظيت بالمكانة الرمزية المرموقة للأدب المغربي المكتوب بلغة مولير أو المكتوب بلغة الآخر، سواء اللغة القشتالية أو بالفلامانية أو بالهولندية أو غيرها. اليوم يمكن نقول أن هناك جيل جديد ينافح على مكانته في المشهد الثقافي الأوروبي بطريقة بارعة ولافتة للعيان. اليوم المغرب بألسنه المختلفة وبأجياله المتعددة أضحى ينال هذه المكانة الرفيعة، وهي من إنجازات المغرب في مجال الثقافة، في مجال المعرفة، في مجال الفنون، في مجال الفكر. فقط يمكن تذكير مثلا بمتحف محمد السادس للفنون المعاصرة، يمكن نقول أنه المركز الفني الأكبر اليوم في المنطقة العربية والإفريقية بعد الإمارات، وهو يقدم خيرة النماذج في مجال الفنون التشكيلية. مسرح الجديد الذي ينجز كلينيا أساسية بين ضفتي الرقراق كذلك هو علامة نبوغ مغربي جديد، بل هو اعتراف من المغرب بأن الثقافة هي مفتاح التنمية المستدامة، والثقافة هي المعول عليها في هذا الزمن الذي أضحى فيه التصادم الثقافي الحضاري من خلال الملفوظ والخطاب المعرفي والثقافي. شكرا لك الدكتور سعيد كوبريت الخبير في شؤون الثقافية والإعلامية، نتمنى أن نلتقيك دائما
للحديث عن التتويج، عن الجوائز، عن النبوغ الثقافي المغربي كلما سنحت الفرصة لذلك. شكرا جزيلا لك.